كلام ثاني على كلام اختي ام علي، لان الكلام اللي قالته فعلا هو كنا احنا زميلات طفوله وعيال بنات فرج شياطين نلعب، وما شاء الله علينا يعني كنا بنات وصبيان وما نخاف من اي شيء، واهلنا عندهم ثقه فينا ان احنا نلعب مع البنات والصبيان. الحين الواحد يخاف حتى يعني يهد اخته ويا اخوه، فالزمن تغير شوي. فالحمد لله يعني رمضان استعدينا له وبرزنا كل شيء، وكنا في يعني الزمان الأول نساعد الأهل، طرشونا قبل الفطور نودي حق الجيران، كانت الحياة حلوة. الحين يعني الكل صاق بيته، يعني حتى حين بتروح حق أحد كأنك رايح مستشفى تأخذ مواعيد، يعني وايد تغير أشياء في يعني دي الزمن. الزمان الأول كان وايد أحلى، يا ليت الزمن يعود لو 4 ساعات.